أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. ما هو سر عرقلة ولادة الحكومة؟ وما علاقة الثلث الضامن أو المعطل في التأخير؟ ماذا يحصل على صعيد موقف قوى الثامن من أذار وموقف التيار الوطني الحر؟ لماذا لا يتفاهم هذا التيار وكتلة الوفاء للمقاومة على تسهيل ولادة الحكومة؟ هل توصل الرئيس سعد الحريري مع الوزير جبران باسيل اليوم إلى تصور لاندفاعة قوية للحكومة؟ ماذا سيقول رئيس الجمهورية الليلة عن سنتين من عمر الوطن؟ هذا في الداخل. أما في الخارج فإن النائب العام التركي نقل عن نظيره السعودي أن الصحفي جمال خاشقجي قتل خنقا قبل تقطيع أوصاله. وفي جانب آخر من وضع الأقليم تلقى الدعوة الأمريكية إلى حل سلمي لحرب اليمن استقطابا دوليا. أما الآن عودة إلى الداخل اللبناني والأجواء الرئاسية مع جلال عساف. المهم أن لا داعي للتشاؤم، خصوصا أن المعالجة السياسية يمكن أن تحصل في أي لحظة. الاتصالات والجهود على مسار العمل لتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة مستمرة، لم تتفرمل وإن اعترى المسار بعض التعرجات. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يعكف على تقييم الوضع منذ وما بعد مجريات اللقاء بينه وبين الرئيس المكلف سعد الحريري مساء الثلاثاء في قصر بعبدة، حيث أبدى الحريري وجهة نظره المعروفة وموقفه المكرر من مسألة إسناد حقيبة وزارية لتمثيل النواب الستة من خارج تيار المستقبل في التركيبة الحكومية، علما أن الرئيس المكلف حمل معه مساء الثلاثاء صيغة حكومية من دون أسماء وإنما مع توزع حصص وحقائب. في أي حال يستمر كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في الاتصالات والمتابعات في سياق البحث عن مخارج كي تبصر الحكومة النور. وفي السياق الرئيس عون يتفحص كل خطوة ممكنة وانعكاساتها على المعايير التي وضعت وتأثيراتها في التوازنات في داخلها من أجل الحفاظ على المعايير التي أرسيت ووضعت. العمل متواصل لتذليل التعقيد والجو لا تشاؤم. أجواء عين التين تشير إلى استبعاد حصول حلحلة في الأفق الحكومي حتى الساعة، لأن العقدة السنية موجودة في الأساس، غير أن الفرقاء تلهوا بعقدهم ونسوا عقد الآخرين. كاتيا شعير. لم يطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري أي مؤشر إيجابي في مسألة تشكيل الحكومة، طالبا أمام من حضر من نواب لقاء الأربعاء النيابي التحدث بأي جديد غير الحكومة، معليا أنه لن يدعو إلى جلسة تشريعية لمجلس النواب وأنه صرف النظر عن الموضوع لأن المناخ لم يعد مؤاتيا ولا يريد فتح نقاشات سلبية، رغم أن جدول أعمال الجلسة قد وزع. ولفتت مصادر نيابية مقربة إلى أن عقدة توزير سنة المعارضة موجودة في الأساس، غير أن الفرقاء اهتموا بحلحلة عقدهم الخاصة ونسوا غيرهم. في حين اعتبرت مصادر نيابية مقربة من حزب الله أن حل عقدة توزير سنة المعارضة ليست لدى الحزب بل هي في عهدة الرئيس المكلف. ونقلت عن الرئيس بري أن الوضع اللبناني متردي ولا حل لدينا إلا بالدولة المدنية والدعاء، وأنه أجل دعوات سفر عدة إلى الخارج إلى حين تشكيل الحكومة، فهو لن يغادر البلاد إلا وفي جعبته ملفات اقتصادية لطرحها وأبرزها تنفيذ مقررات مؤتمر سادر. وأكد الرئيس بري في البيان الرسمي الصادر من عين التين أنه تكلم مع من يجب أن يتكلم معهم ولم يبقى أمامنا سوى الدعاء والإسراع في تشكيل الحكومة. ودق جرس الانذار مرة أخرى حول الوضع الاقتصادي وتداعياته، داعيا إلى التبصر وعدم السقوط في أفخاخ العناوين التي تبدو صغيرة أمام الابتلاء الذي يصيب الأمة على مستوى المنطقة وما تشهده من تطورات خطيرة، متطرقا إلى موضوع تلوث الليطاني ومؤكدا أنه على النيابة العامة إيجاد الحل الجذري للموضوع. يلي فايت بالكتلة فايت بالكتلة، يمكن في نائب أو اثنين منهم فايتين بكتلة، نتفهم وضعهم، منهم عدنان ومنهم عبد الرحيم مراد، النائب عبد الرحيم مراد او الوزير عبد الرحيم، بس غير هيك مش مقبول الحديث. نحن 19 نائب مسيحي صرنا بدنا 5 وزراء،
إذا كانت مش هيك كي عمي البلد أكبر منا كلنا، أكبر من شوية نواب وشوية يعني منا وأنا مني وجر، يعني مش ما حدا يفهمني غلط. البلد والاقتصاد والناس وتعب الناس وشقى الناس ومرض الناس وفقر الناس أكبر منا كلنا. يروحوا يلاقوا الرئيس الحريري بالمقلب التاني ويقولوا تفضل ألف حكومتك من بعد ما زلل كل العقبات، يعني يتخذ مساحة من الوقت في التريث قبل أن يحدد موعدا للجلسة، لأنه الأجواء مثل ما بتشوفوا مثل ما شايفين ربما تحتم علينا أن نتبصر قليلا وأن لا نستعجل الأمور في هذا السياق. وفي نشاط عين التيني وفد من بلدة الميومية، حيث أكد أمامهم الرئيس بري أن المعالجة ثابتة مطمئنا للوضع بعد الاشتباكات التي شهدها المخيم، كما رأس اجتماع كتلة التنمية والتحرير وتمت مناقشة الملف الحكومي وجدول أعمال الجلسة التشريعية التي لم يحدد موعدها بعد، كما شكلت الكتلة لجنة نيابية تعنى بملف الدواء ودعمت الكتلة اقتراح قانون شهادة الضمانة العقارية. النائب العميد شامل روكوز شدد على وجوب الإسراع بحل العقدة المستجدة، لأن مقاربات كل فريق يجب أن تسقط أمام مقاربة مصلحة البلد والناس. وأعلن روكوز عبر تلفزيون لبنان عن منحه الحكومة بعد تأليفها 6 أشهر فترة سماح. حاورته نوال الأشهر. حزب الله معترض على أنه فريق معين ينال كلت المعطل، إلى أي مدى يعني هذا الكلام كمان بخلينا نقول أنه العقد بعد أكبر من ما هي مبينة؟ أنه تبينت هلأ أنه أكبر، بس هي أنه كل حدا عنده إذا بدك المقاربة تبعه، بس هودي المقاربات كلهم مفروض يسقطوا قدام مقاربة مصلحة الناس ومصلحة البلد وبناء مؤسسات وبناء دولة، لأنه بالفعل مش وزير من هون أو زيادة أو وزير من هون زيادة رح يغيروا مقاييس البلد. بدهم يقعدوا بعدين على الطاولة كلهم ويعملوا حكومة منتجة، هون المشكلة مختلفين على كل شيء. هون المشكلة، واللي عم بقلك انه ثقة الناس ضعيفة فيها وثقتنا نحن ضعيفة فيها. ممكن تنعطى هالحكومة اللي بدها تقلق فترة سماح 6 أشهر تنشوف اذا بتقلق ولا لا، وقال ما لازم البلد يضل عايش تحت هاجس مفهوم حكومة الوحدة الوطنية، يعني الجنرال شامل مفهوم الحكومة المعطاءة اللي بتقدر تنتجه تعطي إنجازات. الجنرال شامل روكوز عطيها للحكومة من بعد ما تتألف 6 أشهر ليشوف شو عملت ومن بعدها رح يحس. إذا بست أشهر ما قدرت عملت شيء وفشلت وضوها مناكفات، إيه مفروض الحكومة تروح. اليوم حضرتك مرشح لرئاسة الجمهورية، ولو لم تترشح حضرتك مرشح قوي لرئاسة الجمهورية، وما تقل المعركة يعني بكير لأنه هي أصلا فتحت قبل الانتخابات النيابية. فتحت لأنه بحبوا يفتحوها أو بحبوا يتسلوا أو بحبوا يعرضوا حالهم. في رئيس جمهورية عنده 4 سنين بعد من عهده، نشتغل نقوي ونفعل أكثر وأكثر عمل المؤسسات، عمل الدولة، نبني مؤسسات للعهد اللي بيجي بعد عهد الرئيس عون تكون الأمور جاهزة بالنسبة له، تيكون شغله أسرع وعطاءاته أكثر ومؤسسات فعلة أكثر وناس مرتاحة أكثر. الموضوع ما الشغل هلأ لتفعيل عمل المؤسسات مش تنافس على رئاسة الجمهورية وسجل مواقف هون وسجل مواقف هون. نظرتك لبناء الدولة واللي حققته بالمؤسسة العسكرية وهيدا الإجماع اللي حكينا عنه خليك تصير يعني منافس قوي، أقلق الكثيرين لهالسبب حيربوك بالانتخابات النيابية. هلأ حقه كل واحد حارب والناس حقها كمان، بالنتيجة الناس اختارت وأنا مدين لألهم ولخياراتهم، رح كون مدين بردلهم الدين بشغلي بالثقة اللي حطينا فيه من خلال عملي المؤسساتي. بعد هدوء الحرب نسبيا في سوريا، سرقة سيارات مكاتب الإيجار تعود إلى الواجهة وأصحاب المكاتب يرفعون الصوت. هدأت الحرب نسبيا في سوريا، فعادت إلى الواجهة قضية سرقة السيارات التابعة لمكاتب تأجير السيارات في لبنان، والتي في معظم الأحيان يتم تهريبها عبر الحدود اللبنانية السورية ومنها إلى العراق وأرمينيا وبلدان أخرى. أصحاب مكاتب تأجير السيارات وبعد عمليات سرقة حصلت في كسروان وجبيل وبيروت والمتن رفعوا الصوت عبر تلفزيون لبنان. لك سرقة السيارات كانت قبل الحرب بسوريا كانت كتير عم تنسرق من جونية من بيروت معملتين، بتنسرق بتطلع على المناطق القريبة على حدود سوريا
ومن هناك بتهرب على سوريا، سوريا، تركيا، أرمينيا، العراق، وبتروح السيارات. بالحرب بسوريا خاصة وقتها كانت المشاكل يعني بأوجه إذا بدك بسوريا، خفت هيدي السرقات. ليه؟ لا ما بقى فيهم يطلعون على سوريا. هلأ رجعنا لاحظنا من بعد ما راقت بسوريا أنه رجعت بلش السرقات عن أول وجديد. يعني ليلة السبت، سبت الماضي، سارقين 6 سيارات، بيناتهم هن سيارة لقلنا اللي هي جيب SUV. طيب الناس اللي عم بيسرقوا السيارات عم بيرجعوا يتواصلوا معكم؟ بيرجعوا بيتواصلوا. يعني قبل كانوا يرجعوا يتواصلوا أو يرجعوا يدقوا حدا على المكتب مثلا، مرحبا نحن أخذين لكم هالسيارة من رقم مشفر أو رقم أو خط يكبوه وبدنا هالقد مبلغ. بس نحن ولا مرة جريناهم بالموضوع، كنا دايما نروح عند الجهات المعنية المختصة بهالمواضيع نعطي التقارير واللي بيقدروا يجيبوه يقدروا يجيبوه. أحد السيارات التابعة لأحد المكاتب اللبنانية والتي سرقت في 2008 موجودة اليوم في العراق مع رقم عراقي يحدد المنطقة والمحافظة والمالك وإشارة مكتب الإيجار لا زالت عليها. سرق لنا جيب بال 2008 مؤخرا بالصدفة إذا بدك، كان في عنا زبون موجود بالعراق بمنطقة معينة وشاف اللوجو، نحن بنحط لوجو على السيارة مثل ماجنتيك بلزق ما يعني خلص بيصير ايه صعب تنشال، فمن ورا اللوجو عارف انه هاي السياره تابعه لنا وخبرنا انه شفت السياره هون هون. نحن كمان عطينا هالتفاصيل للجهات المعنيه على امل انه تتصرف وتقدر تلاقي لنا نتيجه، تقدر تلاقي لنا حل. عصابات سرقه السيارات في لبنان قضيه ليست بجديده، وكل ما يطلبه هؤلاء امنا وامانا وحمايه. يعني مفروض بهذا الوضع هلا بهذه الدولة هلا اللي عنا اياها مفروض انه يكون في انتباه على السيارات. يعني مثل ما بعرف حدا على الحدود انه معقول مثلا سيارة انسرقت من جونة، من جونة للمناطق لحدود سوريا ما في حاجز بوقف بيسأل عن الأوراق؟ أهلا بكم. 55 مليار دولار قيمة الدين العام للقطاع الخاص، ورئيس تجمع سيدات ورجال الأعمال الدكتور فؤاد زمكحل يطرح الحلول عبر الفقرة الاقتصادية. في الاقتصاد اليوم وفي الجديد، تحذيرات شديدة اللهجة للبنك الدولي حول تراجع الواقع الاقتصادي في لبنان، ما هو مطلوب من الحكومة المقبلة بحسب رأي دكتور فؤاد زمكحل رئيس تجمع سيدات ورجال أعمال اللبنانيين في العالم؟ أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك سيدنا. اليوم يعني كان في عنا هيدا الأمل وبلش الأمل يتراجع شوي شوي بعدم تأليف الحكومة، اليوم الاقتصاد اللبناني وين؟ بحب أقول وبطلب من الجميع مش بس يتفقوا، بس نحن العقد اللي عم نسمعه ما حدا سمعت حكى عن العقد الاجتماعية اللي عم نعيشها ست نادر. صحيح. العقد الاقتصادية اللي عم نعيشها معاناة المواطن اللبناني، ما في شخص اليوم عم يسمعنا ما تراجعت نسبة عيشه، ما تراجعت نسبة حياته. صحيح. ما في مؤسسة باللبنان عم تقدر تخلق نمو، عنا مشاكل كتير كبيرة. أنا بتفهم يكون في إذا بدك التباس بأرائي، ما نسمي أكتر من هيك، لكن لازم يكون بناء. أنا كنت فضلت كتير يكون في خلاف على المشاريع، يكون في خلاف على تطبيق ما عدنا فيه بسادر. بس مش خلاف على وزير بالناقص ووزير بالزيادة، يعني ما بعرف كيف بدي اسمي لك ايه. يعني نحن بعاد ونحن من اول ناس، وبرجع بقول عن كون اول ناس عم نهني الحكومه المقبله. نعم. ونعطي اليد العون لاي وزير كان مهما كانت طائفته او مذهبه او حزبه. نحن هون للبنان، لاقتصادنا، لشركاتنا ولاولادنا. وتحديدا نحن اليوم عنا تحذير شديد اللهجه من البنك الدولي انه نحن الاقتصاد اللبناني في تراجع حاد، يعني هيدا مثل انذار مثل الار ما بعرف. بنفس الوقت في تحذير، بس ما ننسى وهذا اللي كنا متخوفين
خوفين منه ما صار في اعاده تصنيف للبنان. يعني اخر من 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 بضع ايام ساندر اند بوز وموديز رجع خلى تصنيف لبنان بي ماينس. لما انتم عم بتقابلوا سي الاقتصاديين في الخارج المغتربين في الخارج في ظل الوضع اللي عم يمرق فيه لبنان في ظل يعني عدم تشكيل الحكومه, برايك شو هل عندهم ثقه فعلا بلبنان ولا تراجعت؟ اقول لك بالحقيقه انا بتمنى وعم ندعيهم يستثمروا وعم ندعيهم يستثمروا من ضمن الشركات القائمه بلبنان, لانه هل اكيد انه شركات عم خلونا اجريها, شركاتنا رح تنمى, نحن شركات لبنانيه فيها نقدر نحن تروح حول العالم هيدا انا, بس يفوتوا يستخرجوا بلبنان اكيد الثقه لسوء الحظ منا موجوده, وخاصه وقتها بيشوفوا هالمشاكل الداخليه كرمال مقعد والتاني واخر نهار ما في اي مشروع ولا في انماء. لكن محبتهم بلبنان عم بتزيد, هاي فين اكد لك اياها, يرجعوا لبنان بيرجعوا بمضوا, بس استثمار مباشر انا مني شايفها. لكن من الاحاديث اللي كانوا مع سعاده الحاكم, وبحب اقول انه نحن المديونيه القطاع الخاص بلبنان وصلت على ارقام كثير كبيره, مديونيه القطاع الخاص تعدت ال 55 مليار. لازم اليوم الشركات العائليه والشركات الخاصه يفتحوا راس المال ويجذبوا استثمارات من ضمن راس المال, يعني هيدي من كلمه صغيره ننقل من الديون الى راس المال, وهيدي الخطه اللي مفروض كلنا نشتغل عليها. الرئيس العماد عون يؤكد أن لبنان يعمل على تعزيز حقوق المرأة والطفل ويشدد على مشاركة المرأة في الحياة السياسية. أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم أن لبنان يعمل على تعزيز حقوق المرأة والطفل وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية, وشدد على أن حرية التعبير مصانة في لبنان واستقلالية القضاء محققة, فيما يستمر العمل على توفير أفضل الظروف للسجناء وتأمين حقوقهم. وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة تشجع المرأة اللبنانية لتكون فاعلة في مجال التشريع, وشرح لكانم ما تحقق على الصعيد الاقتصادي لجهة إقرار خطط اقتصادية إصلاحية حديثة, كما على الصعيد الأمني إذ تم القضاء على الخطر الإرهابي في الجرود. وأكد الرئيس عون العمل على تشكيل حكومة جديدة للبدء بإنجاز الإصلاحات والاستفادة من المقررات والتوصيات التي صدرت في مؤتمرات سادر وروما 2 وبروكسل. كما شدد الرئيس عون على حرص لبنان على الحفاظ على التعددية الثقافية والعرقية والدينية في المنطقة في مواجهة محاولات التهجير والتقسيم. وكانت كانم أشارت بالعلاقات التي تربط لبنان بمنظمات الأمم المتحدة عموما وصندوق الأمم المتحدة للسكان, متطلعة إلى تعزيز هذا التعاون بإشراف الرئيس عون ورعايته. الرئيس عون عرض لرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن الواقع السياسي الراهن في لبنان والتحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة, لا سيما الإصلاحات الاقتصادية والإدارية ومكافحة الفساد ومتابعة قرارات وتوصيات مؤتمر سادر, إضافة إلى معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان. من جهتها شكرت لاسن الرئيس عون على الزيارة التي قام بها إلى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في أيلول الماضي, مشيرة إلى الأثر الإيجابي الذي تركه الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمانيين الأوروبيين. وأشارت لاسن إلى أن التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي مستمر على مستويات عدة. في بيت الوسط الرئيس الحريري التقى السفير البريطاني التقى السفير البريطاني وكانم التي أكدت التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان مواصلة العمل عن كثب مع لبنان. سلسلة لقاءات عقدها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط, فعرض مع سفير الكويت عبد العال القناعي المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية. واستقبل المديرة التنفيذية للصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم على رأس وفد من الصندوق. وبعد اللقاء أعادت كانم التأكيد على التزام منظمة دولية بمواصلة العمل عن كثب مع لبنان من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030, مشيرة إلى أن الاستثمار في الشباب اللبناني يمكنه أن يؤدي إلى زيادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان. الرئيس الحريري التقى وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف الأعمال ميشيل فرعون وبحث معه الأوضاع السياسية وشؤونا عامة, كما عرض مع النائب وليد البعرين الأوضاع العامة وشؤونا إنمائية تخص منطقة عكار. وفي بيت الوسط وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة والفنانة تانيا أسيس. مجلس المفتين رأى أن ثمة أياد خبيثة تحاول عرقلة جهود الرئيس الحريري لابتزازه سياسياً.
أكد مجلس المفتين بعد اجتماعه في دار الفتوى أن تشكيل الحكومة هي مسؤولية الرئيس المكلف سعد الحريري، وهو عالج أغلبية العراقيل والعقبات بالتعاون مع رئيس الجمهورية، ولا يزال يعالج العقد المصطنعة والتي يوحي البعض بأنها مستجدة بحكمة وروية من دون الدخول في متاهات وجدالات، حفاظا على الوطن ومكوناته السياسية لتأليف حكومة متجانسة تستطيع أن تنهض بالبلد. رأى المجلس أن هناك أيد خبيثة تحاول عرقلة جهود الرئيس المكلف لابتزازه سياسيا ولتأخير عملية تشكيل الحكومة التي هي حاجة وطنية في ظروف دقيقة وحساسة يمر بها لبنان، خاصة في ظل الصراعات في دول الجوار. وأسف مجلس المفتين لما تتعرض له السعودية وولي عهدها من بعض الموتورين، داعين القضاء اللبناني إلى أخذ الإجراءات الرادعة لوضع حد للإساءة التي تتعرض لها المملكة التي وقفت مع لبنان في كل المراحل واحتضنت طاقاته الشبابية ودعمت مسيرة بناء الدولة ومؤسساتها بالتعاون مع دولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية والأشقاء العرب. كما تابع مجلس المفتين باهتمام ما يحدث في الأراضي المحتلة من عدوان صهيوني مستمر على غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوضع حد لهذا العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني، ودعا القادة العرب والمسلمين إلى التضامن والاتحاد لنصرة فلسطين وشعبها من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. اللواء خير تفقد الميومي بتوجيه من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والمطران حداد، يؤكد أنه علينا شكر الدولة لا انتقاد الدولة. جال الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير ممثلا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بلدة الميومية، حيث رافقه كبار الضباط متفقدا الأضرار التي نجمت عن الاشتباكات الأخيرة، كما جرى مسحها مع لجنة كشف من قبل الجيش اللبناني ومهندسين من هيئة العليا للإغاثة. مطمنك أنه مثل ما طمنا حدث الأمريكا والجيش أنه إن شاء الله ما تتكرر هيدي الأحداث، وإن شاء الله الشعب الفلسطيني كمان بيضبط حوله وبيكون نحن جنبه سيد، بيكون هو لجانب نفسه. اللواء الخير زار راعي أبرشية دير القمر للروم الكاثوليك المطران إلي حداد، وقال إنه يحمل رسالة للرئيس الحريري مفادها أن الوضع هادئ ولا يشوبه أي شيء، والأضرار ضئيلة والوضع المعنوي ممتاز للأهالي. المطران حداد قال علينا أن نشكر الدولة لا أن ننتقدها، مشددا على التعايش مع الإخوة الفلسطينيين. جامعة البلمن تستضيف النائب علي درويش الذي تحدث عن مسار التشكيل والوضع الاقتصادي في عكار. ألقى النائب الدكتور علي درويش محاضرة بدعوة من جامعة البلمن كلية عصام فارس للتكنولوجيا في بينو عكار تحت عنوان الوضع الاقتصادي في عكار ودور النائب في تطويره بحضور حشد من السياسيين. درويش اعتبر أن عكار هي من المحافظات التي لديها مميزات هامة جدا، وبالنسبة للموضوع الاقتصادي قال نحن الآن في خضم ولادة حكومة قد تطول وقد تقصر، ولن نتفائل ولن نتشائم، لأنه بحسب التجارب التي نخوضها يجب أن نكون متفائلين ولكن بحذر. عمليا موضوع الاقتصادي، وهلأ نحن بخضم ولادة حكومة قد تطول وقد تقصر، لن نتفائل ولن نتشائم، لأنه حسب التجارب اللي هلأ عم نخوضها بدنا نحن نكون متفائلين بحذر، يعني بالمعنى. وبالتالي أحد الأوجه الأساسية حتى هلأ بالعناوين هي العناوين الاقتصادية، والعناوين الاقتصادية لا يمكن إغفالها، لأنه فعليا وصلنا لمرحلة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المالي، وهون بدنا نفصل بين الموضوع الاقتصادي والموضوع المالي، لأنه الموضوع المالي بيصير موضوع خاضع لمعايير، الموضوع الاقتصادي اللي هو الموضوع الأشمل. اتنيناتهم هلأ حاليا عم يعانوا الكم الكبير من الانكماش، وبالإضافة عم يكون في وقعه على الناس جد صعب. أهلا بكم من جديد. السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين أكد لتلفزيون لبنان مواصلة العمل لتأمين عودة النازحين السوريين، لافتا إلى التعاون مع الحكومة السورية، ويشدد على ضرورة استعادة سوريا لسيادتها على الأراضي السورية كافة. حاورته ندى الحوت. نحن نتقدم إلى الأمام ولدينا رؤية واضحة بالنسبة لإيجاد الحل السياسي وتطبيق الأوضاع ميدانيا وإنسانيا في سوريا، كما أنه لدينا المبادرة في مجال عودة النازحين.
فنحن جاهزين لمناقشة هذا الموضوع مع جميع الأطراف المعنية، ويدل على ذلك المؤتمر الأخير في إسطنبول بالمشاركة 4 أطراف. في نفس الوقت أن هناك مهمة القضاء على الإرهاب لا يزال قائمة، فيجب الاستعادة سيادة سوريا في كل أنحاء البلاد، ونحن سنواصل هذه الجهود بتعاون بدرجة أولى مع الحكومة السورية وكل الحلفاء، ومسار أستانا سوف يتطور، ونحن جاهزين للتعاون مع الأطراف الأخرى. سياسيا هناك أيضا واضح أن هناك الموضوع لتشكيل اللجنة الدستورية اللي نحن نعتقد ممكن تحقيقه حتى نهاية هذا العام، وانتقال بعد ذلك إلى الدستور الجديد والانتخابات. غرد الرئيس الحريري منذ قليل عبر تويتر قائلا: فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، سنتان معا على طريق استعادة الثقة بالدولة، ومعك لن نتراجع عن مسيرة النهوض بلبنان، نسأل الله أن ينعم عليك بالصحة لتبقى عنوانا لوحدة جميع اللبنانيين. أعلن متحدث باسم حاكم أرخانجلسك لوكالة فرانس بريس مقتل شخص وجرح 3 آخرين في الانفجار الذي وقع اليوم في فرع للاستخبارات الروسية في المنطقة الواقعة في شمال روسيا. وقال الناطق إن عبوة ناسفة انفجرت وأن شخصا قتل ونقل 3 آخرون إلى المستشفى. إلى ذلك دفعت بريطانيا بطائرات مقاتلة لاعتراض ما يشتبه بأنها طائرات روسية مقاتلة تحلق قرب المجال الجوي للمملكة المتحدة الأربعاء كإجراء احترازي لمواجهة توغل محتمل من جانب طائرة أو أكثر غير معروفة الهوية في منطقة نفوذ للمملكة المتحدة. أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن فرنسا لا تستبعد فرض عقوبات ضد السعودية إذ أثبتت التحقيقات تورط سلطاتها في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. ومن جهته قال مكتب النائب العام في إسطنبول اليوم إن الصحفي الخاشقجي قتل خنقا بمجرد دخوله القنصلية السعودية في 2 تشرين في عملية جرى التخطيط لها مسبقا قبل نحو 4 أسابيع، وأنه تم تقطيع أوصاله بعد ذلك والتخلص منها. ومن ناحية ثانية قال وزير الخارجية لبريطانيا إن رد بريطانيا على السعودية فيما يتعلق بمقتل خاشقجي ودورها في اليمن يجب أن يكون مدروسا بسبب المصالح التجارية والمخاوف من عواقب غير مقصودة. في الوقت الذي تتركز جهود الأمم المتحدة على محاولة تشكيل لجنة لإعادة كتابة دستور سوريا، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لمجلس الأمن الدولي أن الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسون سيكون مبعوث الأمم المتحدة الجديد في سوريا خلفا لستيفان دي مستورا الذي سيتنحى عن منصبه لأسباب عائلية نهاية تشرين الثاني. يتزامن الإعلان مع إشارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن حضور الجالية في سوريا دليل على أن الحياة هناك تسير نحو وضعها الطبيعي. وإلى الصفحة الرياضية مع داني حرب. أوقفت السلطات الإسبانية نائب رئيس الاتحاد الإسباني في كرة القدم أندرو سوبيس في إطار تحقيق للاشتباه باختلاس الأموال، وقام عناصر الحرس المدني بعملية مداهمة لمقر الاتحاد الكتالوني الذي كان سوبيس رئيسا له بين 2011 و2018، ويحقق العناصر في اختلاس أموال من تأمينات اللاعبين ترسل إلى الاتحاد الكتالوني لصالح سوبيس ومسؤول سابق آخر، الذي أكدت وسائل إعلام إسبانية أنه خوسيه كونتريراس أرخونا. وأعرب الاتحاد الإسباني في بيان له عن احترامه الكامل لما يقوم به القضاء. حصل مهاجم بأجيال الفرنسي لاعب أورغواي الدولي أدنسون كافاني على جائزة كرة القدم الذهبية 2018 في موناكو، وتغلب كافاني على كل من ميسي، رونالدو ولويس سواريز على اللقب. وطبع كافاني قدميه في الملاعب الرملية قبل استلام الجائزة التي من المقرر أن يستلمها في فترة لاحقة. نشرتنا لهذه الليلة انتهت، شكرا للمتابعة، وأريج تلقاكم في 11:30. إلى اللقاء.